أكو واحد من العلماء يسمونه شيخ مرتضى الحائري. هذا شيخ مرتضى الحائري عند عشق وجنون لزيارة الإمام الرضا. جنون جنون، تعرف أكو ناس ما يعرف في السنة إلا لازم زيارة للإمام الرضا. هذا كل أسبوع لازم يذهب لزيارة الإمام، يخلص الدرس ويطلع يروح إلى مشهد مع كبار السنة. ذاك الوقت يعني الوسائل مو متاحة مثل الآن، مع ذلك يتعب يشق على نفسه، بس لازم يقول له أوقف بس أشوف ضريح الرضا أسلم عليه وأرجع. يوم من الأيام آية الله السيد شهاب الدين المرعشي النجفي رضوان الله عليه، سامعين عن المرعشي النجفي؟ سيد المرعشي يقول التقى مع شيخ مرتضى الحائري، قال له شيخ مرتضى كل ما نسمع عنك قالوا رايح يزور الرضا، كل ما نقول وينهم في الإجازة الفقهاء يرتاحون شوية يوم واحد يلتقون بالليل يحبونه حتى يواصلون تحصيل، انت وين؟ قال مشهد يزور. عندك بمشهد؟ قال أحب الرضا، عاشق الرضا. قال له زين شيخ مرتضى كم زيارة زرت الرضا؟ قال والله ضاع علي الحساب، من زود الزيارات ضاع علي الحساب، بس يتراوالي لو 60 لو 61 زيارة، 60 61 زيارة، كم هالحدود يعني؟ قطعا وصلت 60 وطفتها يعني 60 61. شيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه توفي، غسل كفن صلي عليه دفن. يقولون بأنه سيد المرعشي سوى بعض الأوراد، موجود عندنا في بعض الكتب بعض الأوراد التي إذا واصل عليها الطالب يتشرف برؤية النبي وأهل البيت ورؤية الميت ويستطيع أن يكلم الميت، إذا بعض الأوراد سواها. سيد المرعشي سوى الأوراد فرأى شيخ مرتضى الحائري، قال له بشرنا شيخ مرتضى. قال له أنا في خير، أنعم علي الله ببركة أهل البيت. قال له سولف لي عن الموت، ايش مر عليك؟ قال له يا سيد لو أريد أسولف لك الحجمة للدنيا ما يوصف الموت، بس أنا أقول لك لما خرجت روحي من جسدي ما أحسست أني ميت. يقول أنا كنت متعب من المرض، ما شفت نفسي وإذا مثل البراد على قلبي، التفتت بأن أولادي وبناتي يصيحون عرفت أني أنا ميت، فأنا أحاجيهم أقول لهم لا تخافون ترى أنا أحسن من قبل، بس هم ما يسمعون. صرت أضحك أتبسم، شالوني ودوني إلى المغتسل يغسلوني وأنا أضحك أتبسم. بس يقول يا سيد يوم جابوني للقبر أول ما أنزلت في قبري رأيت من الأهوال والرعب ما لا يصفه كلام البشر، فذكرت قول إمامي الحسن عليه السلام أبكي لشيئين، لفراق الأحبة وهول المطلع. هول المطلع ساعة النزول في القبر، يقول نزلوني في القبر سدوا علي القبر، ظلمة ظلمة، مع العلم ما كنت خايف يعني بعد الموت، لكن من سدوا علي القبر وحشة لا توصف. يقول فبينما أنا في وحشتي وإذا بالقبر قد اتسع من 4 جهات شوية، وإذا ضياء امتلأ القبر ضياء ونورا. إجا واحد شفت أنا وراني عند قدمي يمشي إلى أن وصل عند قدامي، قام يناديني يصيح لي مرتضى مرتضى لا تخاف أنا جاي وياك لا تخاف. قال له جزاك الله خير. قال عطني إيدك. يقول أخذ يدي أجلسني، قال لا تخاف أنا جاي أسليك وأخذ بخاطرك، لا تخاف أنت في القبر، قبرك راح يصير روضة من رياض الجنة. قال له من أنت الذي أنعم الله بك علي؟ قال له ما تعرفني؟ قال كأنك من سادتي، أنت منو؟ رسول الله؟ قال له لا مو رسول الله. أنت سيدي أمير المؤمنين؟ قال له لا مو أمير المؤمنين. منو أنت؟ قال له مرتضى. أنت كل أسبوع وين تروح الزور؟ قال له أروح مشهد أزور سيدي الرضا. قال أنا إمامك علي بن موسى الرضا. يا مرتضى كم زيارة زرتني في خراسان؟ هو يقول شيخ مرتضى يقول له سيد المرعشي في الرؤيا كم زيارة زرتني في خراسان؟ قال له مولاي ضاع علي الحساب، بس لو 60 لو 61 لو 60 لو 61. قال له مرتضى يضيع عليك الحساب ما يضيع عليك.
يا مرتضى زرتني 67 زيارة، لأزورنك في قبرك 67 زيارة. هاي واحدة بعد الطالب اللي ب66، شاهدي في هالكلمة. وقد سألت الله يا مرتضى أن يجعل قصرك في الجنة إلى جوار قصري. اللهم ارزقنا مجاورة. سبحان الله، شاف مرة الحين على بالي، الله يرحم حج إبراهيم، يعني أكثر مشاهدتي له كان عند الإمام الرضا عليه السلام رضوان الله عليه. وآخر مرة التقيت به كنت مع أستاذ المرحوم شيخ أحمد مال الله، وكنا قاعدين في الصحن في صحن الغدير. إلى الآن أذكر هالجلسة وأذكر كلامه وأشوفه وأذكره مثل ما أذكر الله ربي. هنيئا له. هذا يا إخواني هو النعيم الحقيقي، مجاورة أهل البيت. فلهذا احنا لما ننزل الميت في القبر ونلقنه شو نقول؟ واجعله عندك في اعلى عليين وفي جوار محمد وآله الطاهرين، لان الجنه الحقيقيه يا اخواني هي عندك.